بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي أبناء شعب الإمارات وأبناء الأمة العربية والإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ، ويكون التحدي الأكبر هو الدخول لمدار المريخ. 50% من البعثات البشرية التي حاولت قبلنا لم تستطيع أن تدخل المدار، ولكن نقول حتى أن لم ندخل المدار فقد دخلنا التاريخ. هذا أبعد نقطة في الكون يصلها العرب عبر تاريخهم. أكثر من 5 ملايين ساعة عمل، الأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية. هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب. نسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.